تمشي؟ أنا متيسر، لا تنساني من الدعاء. ها يعني ابني خلاص مصمم على السفر؟ ايه بابا ان شاء الله. طيب خلاص، ما راح اوقف في وجهك حتى ما يجي يوم من الايام وتقول ابوي دمر لي حياتي. عمل اللي بدك اياه وشوف الطريق اللي بدك اياه. تمام بابا، انا بس من وصلت على اوروبا بحكي معك ان شاء الله، وبعمل لم شمل الك ولماما. ان شاء الله، خلاص توكل على الله. نعم بابا. صدق بابا، ليش ما بتاكل بتسلب؟ ليش زعلان؟ والله يا بنتي بالي مشغول كثير على اخوك رضوان. اخر مره حكى معي فيها قال لي هلا طالعين بالبلم، ومن بعد ما رجع حكى معي قلبي كثير عم بغلي، خايف يكون صاير معه شي لا سمح الله. رقم يا رب يكون رضوان. الو، وعليكم السلام. ايه انا ابو رضوان، مين انت؟ صديقه يلي كان معه بالبلم. شو؟ كيف يعني غرق فيكم البلم؟ لك شو يعني انت الوحيد اللي لفتت؟ رضوان وينه؟ في اي بحر؟ طريق الهجرة إلى الموت. أنا آسف يا أري، لأن السفينة قد غرقت بنا.
ولم أستطيع الوصول إلى هناك، ولم أستطيع إرسال المبلغ الذي أخذته منك إجرة الرحلة. لا تحزن يا أبي، إن لم يجدوا جثتي فماذا ستفيدك الآن إلا تكاليف نقل وشحن ودفن وعزاء. أنا آسف يا أمي، لأنه كان لابد لي أن أسافر مثل باقي البشر، مع العلم أنها أحلامي لم تكن كبيرة كالآخرين. كما تعلمين كل أحلامي كانت بحجم علبة دواء لك. أنا آسف يا جدي وجدتي، لأني بنيت لكم بيتا من الوهم، كوخا خشبيا جميلا كما نشاهده به الأفلام، كوخا فقيرا بعيدا عن كل شيء قبيح. أنا آسف يا أخي، لأني لا أستطيع إرسال لك 50 يورو التي وعدتك أن أرسلها لك كل شهر لترفه عن نفسك. أنا آسف يا أختي، لأنني لم أرسل لك هاتف الآيفون الحديث. أنا آسف يا منزل الجميل، لأنني لم أعلق معطفي ثانيا خلف الباب. أنا آسف أيها الغواصون والباحثون عن المفقودين، فأنا لا أعرف اسم البحر الذي غرقت فيه. اطمئني يا دائرة اللجوء، فأنا لم أكون حملا ثقيلا عليك. شكرا لك أيها البحر الذي استقبلتنا من دون فيزا ولا جواز سفر. شكرا لكم أنكم ستعزنون علينا عندما تسمعون هذا الخبر. أنا آسف لأني غرقت، أنا آسف لأني غرقت. لا لا يا رفوان، لا بتعرف دي صيغ ليش لحالك؟ إذا صار معك شيء لا سمح الله، هذا رح يكون ألم أمك وأبوك عليك. كمان رسالتي لكل أب راد الهجرة بنفس الطريقة، رح يكون هذا ألم أولادك عليك. إذا بدك تهاجر فاختار الطريق الصح والشرعي، لأن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترد من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها إلى الأبد. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكيد وصلت رسالتي مو؟ لا تنسوا تصلوا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، لا تنسوا تعملوا لي شير لهذا الفيديو حتى الكل يسمع هاي الرسالة. بحبكم بابا.